أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج زاد الحبان، وأكيد حنتعلم مع بعض تحضير وجبة جديدة وشهية. وجبتنا لليلة هي الكبة أو الكبة السورية. الكبة السورية هي قريبة تقريبا للكفتة اللي احنا بنعملها عادة، مع اختلاف بسيط في المقادير. حنشوف شف البرنامج كيف حيطبق علينا الليلة، بس أكيد حننتقل أول حاجة للسوق ونشتري مكونات وجبتنا الجيدة للحلقة دي. يلاكم نمشي مع بعض السوق ونجي راجعين. اهلا بكم حبايبنا من جديد في فقره التسوق. زي ما قلنا في الاستوديو، وجبتنا لليله هي الكبه والكفته اللي نحب نعرفها كلنا. واحده من المكونات الاساسيه للكبه هي البرغل. خلونا نشوف مع بعض حنشتري وكيف. زي ما قلنا، البرغل واحدة من المكونات الأساسية اللي بتعمل بها الكبة. البرغل ما يخوفنا اسمه، أكيد نحن بنحاول في زاد الحبان إن نحن كل يوم نتعلم حاجة جديدة. البرغل هو نوع من أنواع القمح. زي ما بنشتري أي حاجة من منتجات القمح، أول حاجة حنعاين التاريخ الصلاحية ونلاحظ إنه هو مسوس ولا ما مسوس. حاجة سهلة شديد، لازم نراعي لها. خلونا نشوف مع بعض باقي المكونات أحكاكم. زي ما تكلمنا قبل كده في فقرة التسوق عن اللحم المفرومة، هنتذكر انه نعاين للون يكون محمر، نعاين للدسم او الدهون اللي فيه لونه ما يكون متغير، ما يكون مايل للصفار، تكون الشعيرات لون ابيض. ما تنسوا الحاجة دي لما تشتروا اللحم المفرومة. نكمل باقي لفتنا في السوق. واحد مكوناتنا الليلة اللي حنستعملها في وجبتنا البصل. البصل فيه حاجات معينة لازم نعرفها، ما يكون طالعة فيه البراعم. البراعم معناه انه هو سام او له فترة طويلة موجود، ما ينفع الاستعمال. سطحه ما يكون لزج، ما نطلع مادة كده مائية، برضو بتعني فساد البصل. خلونا نكمل باقي جولتنا عشان نمشي المطبخ ونعمل وجبتنا مع الشيف. وكده مشاهدين انتهت جولتنا في السوق. حنمشي مطبخنا عشان نتعلم مع الشيف كيف حنعمل الكبة زائد الكفتة اللي احنا كلنا بنعرفها. نلتقي في المطبخ. هذا البرنامج في رعاية صلصة الندى. وراء كل وصفة طعام مطبخ عتيق، وشيف على الطريق ينقي أفضل المكونات ليصنع أفضل الأكلات. ولمذاق أصيل لا بد من الاهتمام بأدق التفاصيل. صلصة الندى جميلة لأبعد مدى. صلصة الندى، الجودة التي لا تضاهى. رجعنا من السوق أعزائي المشاهدين، وأكيد اشترينا المكونات لوجبتنا الليلة. حنبدأ نرحب بضيفتنا أكيد دكتورة ريهام. أهلا بك يا دكتورة، شرفتينا مرة ثانية في حلقاتنا. شكرا لك كمان أنت على الاستضافة. تسلمي شيف، أهلا بك، نورتنا الليلة. نور نورك إن شاء الله. تسلم، شكرا. الليلة حنحضر الكبة السورية. طبعا نحن ما عايزين نخوف المشاهدين إنه اسمها الكبة السورية وإنه يكون صعب تطبيقها في البيت، فعايزين كده نوريهم إنه الموضوع سهل يعني، وقريب من أكلة نحن أصلا بننفذها في البيت كثير اللي هي الكفتة. فياريت يا شيف تورينا المكونات وطريقة التقديم. مكوناتنا طبعا هي الليلة، هي طبعا دي أصعب نوع من أنواع الكبة. عندنا نوعين لحمة، 125 جرام 125 جرام، واحدة للعجنة والثانية دي للحشوة اللي بتتعمل جوا. طبعا اللحمة والبرغل شيء أساسي في جميع
انواع الكبه، لانه في كميه من الانواع، في منها باللحمه، في بالخضار، بالطماطم، كلها البرغل شيء اساسي. وعندنا للحشوات عندنا بهارات، وعندنا نحن طبعا اخترنا عندنا الفول اخترناه لانه هو باقي المكسرات غاليه يعني بالنسبه، فممكن نستبدلها بالفول السوداني. أيوة. عندنا دقيق بسيط، هو ما فيه، لكن عندنا دقيق بسيط. عندنا قرفه وبهارات عاديه وثوم، زيت للتحمير، وعندنا زبادي. شايفاك كده زي عندك النية تشتغل نوعين من الكبة الليلة. لا، هي واحدة لكن واحدة حتكون مشوية والثانية حتتقدم معها صوص بالحليب. أيوة. طيب يا دكتور، عندنا البرغل الليلة، والبرغل حاجة جديدة علينا تقريبا، ما سمعنا بها قبل كده، فممكن تعرف لنا البرغل أساسا هو شنو؟ تمام، شكرا لك يا هبة، وشكرا انك كل مرة بتجيب لنا أكلة من بلد بنتعرف عليها كمان مع الشيف. البرغل هو الجريج بتاع القمح أو الخشنة زي ما بيقولوا تحت القمح، بعد لكن ما يتجفف، بعد ما يتسلق أول حاجة ويطحن، بعد كده بيتجفف بيطلع منه البرغل، بيحتفظ بمعظم القيم بتاعة القمح خصوصا الحتة بتاعة الألياف، لأنه هو زي ما قلنا الجريش أول حاجة الخشنة بتاعت القمح أو الحاجات الخارجية أو المجروش، هي اللي بيكشروها من هو المجروش عموما بتاع القمح، الحبة كاملة يعني كويس، لكن شنو ما منزوع منها القشر كثير. وفي حلقات كثيرة سابقة قلنا أنه كل ما حبة القمح تعرضت لأنها هي تتقشر وتتزال القشرة بتاعتها الخارجية وتتنقى، كل ما الفوائد بتاعتها الغذائية قلت. هنا البرغل محتفظ بجميع القيم بتاعته الغذائية، منها أهم حاجة الفوسفور، المغنيسيوم، الزنك، فبنلقى إنه الثلاثة حاجات ديل البرغل محتفظ بهم جدا، بالإضافة إلى العنصر الأساسي الأرياف. طيب حنرجع نتكلم بطريقة أوسع عن البرغل، لكن الشيف أبدى لنا تحضير وجبتنا. بس دار أضيف حاجة يعني عشان المشاهدين يكونوا عارفين، بتذكرني البرغل بتذكرني بشنو؟ بالحجر الزماني بتاع محراكة. أيوة بتاع الطحين، هو بيطلع الحاجة. أيوة. نحن طبعا جبنا الليلة البرغل، هو جاي أنا عملته جاهز. سلقته يا شيف ولا؟ لا لا، ولا بات في موية، يعني كوباية من البرغل معه كوباية بتاعت موية، بخليه يقعد لمدة 15 دقيقة في، وبعد ذاك شنو؟ بيمتص الموية كلها، وبعد ذاك شنو؟ حاقوم احاول حجمه بزيد اذا في مويه زايده احاول امصر المويه اللي فيه، وبعد ذلك بقوم بضيف له اللحمه وبضيف له البهارات. طيب. دي الخلطه الاولى. طيب حنبدا ننفذها يا شيف. ايوه دقيقه بس الفلفلات. طيب يا دكتوره، تكلمنا عن البرغل وقلنا انه فيه قيم غذائيه عاليه منها الالياف. طيب طالما هو فيه الياف معناها حيأثر لنا سلبا على ناس عندهم مشاكل في المعده او مرضى القولون العصبي، فرايك شنو يا دكتوره؟ بالضبط كده، يعني في الياف مرضى القولون العصبي عندهم قدره على التحمل للالياف هم عندهم، لكن في الالياف ذاتها، عند الالياف ذاتها منقسمه لاثنين، الياف زمان بنسمع في العلوم الياف قابله للذوبان والياف غير قابله للذوبان. في نوع من الالياف هو بيكون مشكله لمريض القولون العصبي، وفي الياف المريض القولون بيقدر يتقبلها وبيواصل يومه عادي وما بتحصل له اي تقلصات او اي نوع من انواع اعراض القولون العصبي. البرغل من الحاجات السيفتي بالنسبه لمريض القولون، ما بياثر عليه كثير الا اذا كان درجه التحسس بتاعته عاليه جدا، يعني مثلا في مرحله بيصل فيها العيان للمصران العصبي او القولون بتكون مرحله حاده، هنا ممكن اوقفه من البرغل. ما يتناول اي حاجه فيها الياف ولا بذور. بس البذور الكامله. يعني الياف بذور كامله، قشور تكون زي قشور الطماطم بالنسبه برضه لمريض القولون بتبقى صعبه شويه. شايفاك يا شيف بديت. ايوه كبيت بهارات، ملح وفلفل و تقريبا دي كميه البرغل دي قدر شنو يا شيف عشان المشاهدين يتابعوا معنا. ايوه نحن طبعا لانه عندنا عاملين واحده جاهزه خدتناها، لانه هي بتتعمل على خطوات وبتقعد ايوه وبتقعد في الفريزر، لازم تكون متلجه جدا حتى بعدين تتعامل، عاوزه نار سخنه جدا، فدي عشان بتاخذ. هسه انت اضفت البرغل واضفت له اللحمه ال 150 جرام. ايوه هذه ممكن تقولي حتعمل لنا زي تقريبا 3 حبات برغل.
طيب يا شيف نطلع فاصل، مشاهدينا نطلع فاصل ونعود لكم من جديد. رجعنا من ثاني اعزائي المشاهدين، وشايفاك يا شيف حضرت العجنه بتاعت الكبه. ايوه هي طبعا هسه كده جاهزه. فعاوز انبه بان شنو الكبه ذاتها حقت اللحمه في نوعين، في ناس بخلوها خشنه وفي ناس بخلوها بعد ما دي بتتفرم مرتين واثنين وثلاثه عشان تكون ناعمه جدا. الحاجة دي طبعا بتأثر في القلي عشان ما تتفتفت صح؟ ايوه لكن هم اساسا يعني هي زمان ما كان في مفارم وحياة زي دي، فعشان كده كان بيستعملوا الخشنة. بعد ذاك الناس لما يتحضرت وكده بيجوا يعملوا شنو؟ طيب يا دكتورة، البرغ المليء بالقيم الغذائية، فيا ريت تدينا نبذة عنها. تمام، زي ما ذكر الشيف قبل شوية، هو البرغ ذاته في نفسه في الخشن وفي الناعم، واستخداماته ذاته بتتعدد. يعني الخشن عنده استخدام، غالبا بيعملوه مرات كبديل للرز أو غيره. يعني في ناس ما بتاكل الرز ممكن ياكل البرغل، بيتعمل شكله زي الرز. في الناعم ده هو اللي بنستعمله في الكبة، بنستعمله في التبولة وكده. القيم الغذائيه اللي بنلقاها موجوده فيها زي ما ذكرنا قبل شويه، انه فيه كميه بتاعت الياف، فيه مغنيسيوم، فيه فوسفور، فيه زنك. ما ننسى كمان انه هو فيه قيمه بتاعت بروتين، فيه حديد، فيه فوليك اسيد. عشان كده بنلقى انه دائما بننصح به الامهات الحوامل مصابين الانيميا اكيد. بالضبط وفيه برضو يعني نسبه كويسه من الفوليك اسيد والحديد، فبنلقى انه ممكن يفيد مع الحوامل جدا، خصوصا انه برضو فيه الياف. طيب شهور هي المفروض يعني تتناول من الاول، ممكن تبداه من الاول عادي. يعني ممكن الحصه بتاعته تاخذها مره لمرتين في الاسبوع، ما في مشكله. كويس بيكون معاه جدا البرغل، فانه دائما نلقى انه المراه الحامل في الشهور الاخيره بيحصل لها نوع من الامساك، فبتكون عايزه الياف. معظمهم بتكون قابلياتهم بسيطه جدا انهم يتناولوا السلطه الخضراء، فبيكون عايزين حاجات النواشف، حبه المقرمشه او كده، فالكبه ممكن تكون وجبه مثاليه بالنسبه لهم. ممكن يتناول البرغل مع شنو؟ مع خضار؟ ممكن البرغل مع الخضار، ممكن البرغل كسلطه يتعامل برضه، ممكن يتعامل كتبوله، اللي هي برضه التبوله السوريه بتتقدم مرات كثير مع البرغل مع الكبه اكثر حاجه. بنلقى انه هو برضه لانه هو فيه يعني كمية بتاعت الياف، بنلقى انه فيه برضو الفوسفور، بنلقى فيه مغنيسيوم بسيط، هي نسبة الفوسفور يمكن بسيطة شوية، لكن أكثر حاجة فيه زنك، فيه مغنيسيوم. بنلقى انه هو بيكون مفيد برضو للمرضى بتاعنا القلب، الناس اللي عندهم مشاكل في الكوليسترول، بنزل مستوى الكوليسترول في الدم السيء. ايوه هو طبعا الجسم محتاج، فيه كوليسترول اثنين، في واحد سيء وفي واحد جيد، هو بينزل لي مستوى الكوليسترول السيء وبيخلي الجسم يحتفظ بالجيد. طيب يا شيف دي الحشوه. ايوه بدينا نحضر في الحشوه. طبعا عملت زيت. ايوه هو حطيت اللحمه وحطيتها بس ملح وفلفل هتشوحها. ايوه بعدين حضرتكم اضيف لها شنو؟ اضيف لها الفول. طبعا دي حقه اللحمه دايما هتستعملوا كده ولا هتدرس يا شيف؟ لا هستعمله زي ما هو، اساسا هو بتتعامل مكسرات او زبيب حسب ذوق الزول، هو حسب الرغبه طبعا. أيوة. ما مكون اساسي في وجبتنا. حلو انك الليله استعملت لنا الفول السوداني، المكسرات السودانيه. اضيف ملح وفلفل، نص ملعقه صغيره. دكتورة طالما البرغل مليء بالقيم الغذائية دي أكيد عنده قيم وقائية، نحن ممكن نستعمل الوقاية من أمراض معينة زي أمراض القلب، أمراض الشرايين والقلب، أمراض الكوليسترول. هو مفيد جدا بالنسبة لأنه يعني من الحاجات اللي بيقولوا عليها زي ما قلتي تفضلتي، أنه هو من الحاجات ممكن يكون وقائي لسرطان القولون، وقائي لأنواع كثيرة من الكانسرات، لأنه هو فيه واحدة من مضادات الأكسدة اللي هي اسمها الليجنين. يعني هي مضادات الأكسدة النوع الموجود ده في البرغل مناسب جدا للمرضى بتاعين القولون العصبي أو المرضى القولون العاديين، بيشكل لي خط حماية كبير جدا ضد أمراض السرطانات. من المضادات الأكسدة الموجودة فيه؟ أيوه من النوع اللي هو الليجنين الموجود فيه.
النوع من انواع مضادات الاكسده اللي هي اللي قلناها هسه. طيب هل في محاذير نحن المفروض نخاف منها في استعمالنا للبرغل؟ في حالة بس إنه الأشخاص اللي عندهم التهابات معدة أو الشخص اللي بيكون وصل مرحلة حادة جدا في القولون العصبي، فبنخاف عليه شوية من الألياف الكثيرة، اللي هي ممكن دائما كثرة الألياف بتكون لي مشكلة. طيب والمصابين بحساسية القمح؟ المصابين بحساسية القمح برضه هيكون في عندنا محاذير في إنهم هو يستخدموا، لأنه هو جزء كبير منه موجود في البروتين الجلوتين. أيوة البروتين بتاع الجلوتين القمح، اللي هو بروتين القمح اسمه الجلوتين، اللي هو نسبة كبيرة منه بتكون موجودة فيه. تمام يا دكتورة. طيب يا شيف، ضفت الفول للحشوة. أيوة. طيب يا شيف، نحن ممكن نعمل الكبة زي الكفتة من غير ما نحشيها مثلا؟ دي بالخضار. بالخضار بتكون الخضار في العجنه. ايوه دي بتتعامل على حسب مقاس اليد. هي طبعا مميزه بالشكل ده بتاعها. ايوه على حسب عندها شكل الاسطوانه. ايوه بيضاوي كده. بيضاوي سمين شويه. بتقدم كده. دي طيب بتكون بالخضار، بتكون بالطماطم او البطاطس المسلوقه. اما دي هي بتتكور وبتتفتح. وطبعا الناس طبعا بيعرفوا ليها. سريعين فيها. ايوه بقوم شنو؟ حنفتحها من جوا، ما اعرف المشاهدين شايفين ولا لا. اوكي. حنقوم نضيف لها الحشوه بتاعتنا. حتى بعد ذاك بقوم اضيف لها الحشوه وبقوم بكورها، بس انا اطلع الحشوه بتاعتي. خلاص يا شيف حنخليك تحشي براحتك، ومشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لكم من ثاني. رجعنا لكم من ثاني اعزائي المشاهدين، وشايف الشيف بدا يكور الكبه. يكور دي صح؟ بدا يدور الكبه بتاعتنا. طبعا عشان تكون متماسكه هي كده. بعد ده احنا عملنا كم واحده، وكده هي بتخش شنو؟ بتخش الزيت. ايوه بتخش، لا بتخش الفريزر. الفريزر بتبرد. ايوه ممكن وقت انت ما عاوزه هنا، بس لكن الزيت بتاعك لازم يكون سخن جدا يعني. طيب معناها هي بتقعد فترات طويله في الفريزر يعني ما بتبوظ. ايوه بتقعد، في ناس بتعملها شهور تخزنها في الفريزر. بعد ما دورتها هتقوم تفتح فيها. اوكي بعد هدخل اصبعي، بستخدم الاصبع وحتحشيها بالحشوه اللي جهزتها قبل. ايوه ممكن نحشيها بشنو ثاني يا شيف بدل اللحم المفرومه؟ ممكن تعملي خضار. خضار. اي نوع مكسرات، زبيب، بطاطس مهروس ممكن للاطفال حيحبوها شديد. بالضبط. بس حاجه بعدين ما تسيح ليكي عشان شنو؟ يعني ما ممكن طبعا جبنه موزاريلا مثلا. أيوة. او كذا. صح. طيب حتبدا تحمر لنا يا شيف كده كويس. شايفة زيتك سخن خلاص؟ اشيل من دي. درجة التحمير حتكون كيف اللون اللي حتطلع به الكبة في الأخير؟ يعني تقدر تقول هي مايل للون البني. بني. اوكي. دكتورة عايزين نتكلم عموما عن فوائد الكبة كوجبة. طيب هي كوجبة هي مكتملة، ويعني غذائيا انا بعتبرها من الوجبات الخفيفه، الوجبات المقرمشه. يعني في ناس بيقول لك والله احنا ما بنحب الطبيعه بتاعت مثلا زي ما بيقول عندنا هنا الملاح، ما بنحب الحاجات يعني بيكون السائلة شويه الطابع عليها اللي هي الملاحات مثلا اكثر حاجه. لكن في ناس بتحب يقول لك النواشف، يعني بيحبوا الكفته، البطاطس المحمره، الكبه ممكن تكون خيار ثاني. صراحه زمان الاول كان الزول متخوف من الطريقه بتاعت الحشوه. ايوه والليله بس هسه الشيف وضح علينا وسهله جدا. برضو كنا بنتخيل انه البرغل ده ممكن ما بيكون متواجد في الاسواق السودانيه كثير، لكن شكله بيقف في السوبر ماركتات موجود وكذا متوفر يعني. فعموما هي كقيمه غذائيه هي بروتين كامل. ممكن حبتين منهم بتدي الشخص ربع حوجته في اليوم من البروتين. هي حصه يعني الحصة. الحبتين ايوه بالضبط. هي نوع برضو ممكن تكون من يعني مكتمله في الالياف الغذائيه، مكتمله
المكسرات دي مناسبه فيها املاح معدنيه، فيها الاوميجا 3. الفول السوداني معروف انه هو من الحاجات اللي فيها الاوميجا 3، يعني حتى زبده الفول السوداني من الاطعمه المتكامله الغنيه، اللي هو اللي عندنا الفول المسحون الدكوة. بنلقى انه الدكوة دي فيها بروتين، يعني هسه احنا عندنا بروتين الدكوة، عندنا البروتين بتاع اللحمه، عندنا البروتين بتاع القمح اللي هو البرغل. البرغل يعني هي وجبه بروتينيه دسمه متكامله. طيب بص جنبها طبق خضار بعدك، شايفه الزيت بتاعها غزير شديد يا ايوه هو بالضبط، لازم تاخذ زيت غزير عشان نضمن انه جوا استوت، لكن اكيد ما حتكون صحيه اذا استعملنا زيت بالضبط. يعني هي يمكن احنا غالبا التحمير بتاعنا بيكون في زيوت نباتيه، ودائما سيفتي اكثر نستعمل زيت عباد الشمس، زيت الذره، دي من الحاجات اللي بتكون كويسه. يعني ممكن تتعمل بالفرن، يعني في اتجاه انه الناس بدها تدخلها الفرن تشويها ويحاولوا انه هي تكون شنو اللي بتخش الفرن دي تكون خفيفه شويه، يعني ما تكون مقرمشه اكثر، ايوه ما تكون ثقيله، يعني تكون الحشوه خفيفه وحتى هي الطبقه الخارجيه الاولى بتاعتنا تكون خفيفه شويه عشان تاخذ درجه حراره الفرن. طيب يعني عندنا طريقة صحية انه هي ممكن بالضبط. تشوي او تخش الفرن كصينية يعني. طبعا هنا قصة صحن السلطة، السلطة لازم معها خضار عشان وجبتها تكتمل تكون مكتملة. طيب دايما برضو اللحوم والبروتين ياكلوها معاها بصل وكده، بصل بالضبط. شايفة يا شايفة انه في طريقة بتاعت اكل بيعملوها نية هم، في واحدين يا دكتورة بياكلوا اللحمة النية، رايك شنو؟ طبعا ما حدا ينفع معنا اللحمة النية، طبعا هو اتجاه، يعني هو يعني عادات وثقافة غذائية، انه في ناس بتحب في بعض احنا هنا عندنا برضه في حاجات في اللحوم بناكلها مرات نية يعني او مرات مستوى. طيب افضل نوع لحمه ممكن نستعملها في الكبه هي لحمه الضان. الضان، واذا بقينا طابخين الضان متوفر، ممكن برضو العجاري، ممكن البقر، اي نوع لحوم ممكن نعمل منها. طيب ونسبه الدهون حتكون كيف في اختلاف؟ طيب هي يمكن 100 جرام مثلا من اللحمه ممكن يوفر لي، يعني احنا مثلا دائما بنستعمل اقل مقدار ممكن نستعمله في البيت اللي هو الربع كيلو اللي هو 250 جرام، يعني الشيف هيستعمل 150 ممكن يكون كده، ده قريب لربع جرام بتاع اللحمه المفرومه. فيعني الحصه بتاعتنا هي كده حصه موزونه، يعني 150 جرام في اليوم او ربع 250 جرام. طيب يا شيف تقريبا شبهي استوت. ايوه ماشيه، تبقى تنجر لازم، يعني عشان اللحمه دايما بتاخد زمن طويل، يعني عشان نضمن انها استوت. ايوه بس انت في الاول اللحم الحشوه كانت مستويه تماما، ما شفت استوى صح؟ ايوه بس دي الخارجيه دي لازم لازم تستوي. طيب يا دكتوره للناس اللي عاملين ريجيم طبعا ممنوعين من استعماله، ولا اذا استعملوا زيت نباتي ممكن يتناولوه عادي؟ ما ممكن يكونوا ممنوعين من الاستعمال بتاع، لانه هي فيها البرغل، والبرغل فيه كمية بتاعت الياف، والبرغل هو في حد ذاته بيستعمل في الأنظمة تحت الرجيم، لأنه هو زي ما قلنا في الأول هو الجريش أو الدراش بتاع القمح، يعني حبة القمح كاملة لكن مدروشة، فهو محتفظ بكامل الألياف بتاعته، كامل الأملاح المعدنية بتاعته، فهو بيكون مهم جدا في برامج بتاعت خفض الوزن، أو مهم جدا لناس السكر، مهم جدا لناس الكوليسترول. الوجبة دي زي ما قلنا هي وجبة مناسبة، لكن أنا عايزة أخفض وزني، أنا مريض بتاع السكر أو مريض ضغط او مريض قولون، حتى مريض القولون الحاجات المحمره ممكن شويه بتتعبهم، فاحنا هنتجه لاتجاه بتاع الشيف زي ما قال قبل شويه الشيف، انه ممكن تشوي او ممكن ما في طريقه للشواء تخش الفرن، لكن تكون معموله خفيفه شويه، يعني خفيفه في اللحمه ذاتها ما تكون ثقيله عشان تستوي بسرعه. تخيلي ان الوجبه دي ممكن تكون محببه للاطفال، فالاطفال من عمر كم ممكن يتناولوا الكبه لانه فيها البرغل؟ ممكن من عمر 5 سنين. 5 سنين ولا قدام. طيب يا شيف اسمها ذاته يعني بشهي الزول انه يشوفه ويعرفه. كبه شكلها ذاته جميل. ايوه نحن حبينا ننوع شويه في موضوع الكفته، نحن بنعمل كفته بكل انواع. أيوة. فاذا اصلا نحن بنعملها ليه ما نعملها بالطريقه دي ونضيف فيها البرغل؟ هو الاضافه البرغل دي جميله جدا. طيب يا شيف اذا كده مسافه الشيف ما يبدا ما يحمر لنا الكبه بتاعتنا، نطلع فاصل مشاهدينا ونجيكم راجعين. Thank you.
كل ست بيت تفاصيل في حياتها وأسرار اللي بتحتفظ بها، زي سر سعادتها وسر قوتها وسر ثقتها بنفسها وحتى سر علاقتها المميزة بزوجها، ودي تحديداً حنكشف تفاصيله وسرها. صلصة الندى في وصفاتها هي سرها في كل وجباتها، وهي مصدر إلهامها وكل سعادتها. جربي صلصة الندى وصدقيني حتسعدي وأبداً ما حتندمي. صلصة الندى، الجودة التي لا تضاهى. رجعنا من ثاني أعزائي المشاهدين، وتقريباً الكبة بتاعتنا استوت يا شف. أيوه. شفتي شكلها ظريف كده؟ أيوه ظريفة شديد. ده اللون الأخير الفاينل اللي هي حتصل له. أيوه، في ناس طبعاً بيأكلوها كده مشوية من دون ما يكون معها أي حاجة، وفي ناس بيعملوها بيقول لك كبة باللبن. عامة السوريين عامة بيأكلوها بشنو؟ باللبن. باللبن أيوه، هو الزبادي. اللبن قصدهم به الزبادي حقنا، زبادي. أيوه زبادي ونشا. هنحط طبعاً شنو؟ هتعمل كوب بتاع زبادي. أيوه. الحلة بتاعتنا. كوب زبادي، وحنقوم نضيف شنو؟ ملعقتين أو ثلاثة من النشا. ملعقتين ثلاثة من النشا. ما حضيفه مع اللبن. هضربه أول حاجة بعدين شنو؟ يعني هو طبعا هو نشا. يقوم مع الكولفلاور بكلكع. أيوه. معانا عندنا موية. طيب. إذا عندنا نشا وكوباية بتاعت موية عشان نضرب فيها النشا. يلا حضرت إنها كوب حبة شنو؟ بتاع الدقيق. أيوة. عشان تتماسك. أقل من معلقة أو صغيرة. معلقة. طيب يا دكتورة، شايفة إن هو حيضيف اللبن للكبة كده ضعف القيمة الغذائية، ضعف البروتين. البروتين بقى عندنا بروتين نباتي وبروتين حيواني. بقى عندنا بروتين نباتي اثنين، اللي هو البروتين النباتي البرغل والبروتين النباتي الفول، كنا ما ننسى إنه الفول فيه حبة. والحيواني اللي هو اللحمة المفرومة طبعا. كده القيمة الغذائية بتاعت البروتين بتاعت الوجبة بتاعتنا اكتملت. يعني الوجبة دي بالنسبة لشخص عنده فقر دم، دايما الناس يوصيه أكل لحمة حمراء، أكل كده أكل كده. في ناس بيكون ما عندهم قابلية للحاجات دي، فبكون نفسهم ماشي أكتر إنه ناكل حاجة مقرمشة خفيفة أو كده. الكبة ممكن تكون وجبة نموذجية إنه هي بروتيناتها مكتملة من أول خطوة فيها لحد آخر خطوة، اللي هي إضافة الزبادي والنشا. النشا هو إضافة برضو كويسة، لأنه هو رفعنا من القيمة بتاعت الكربوهيدرات شوية، يعني أضفنا شوية بتاعت كربوهيدرات ونشويات شوية بالنسبة لها. طبعا هو دي فايدة الوحيدة الكورن فلاور، إنه هو فيه نشويات. طيب يا شيف، أضفت ملح وفلفل. ملح وفلفل. وحديها هتعمل توم. حليه حركة الدكتورة ريهام اللي بتحبها. طيب يا دكتورة، حنتكلم عن اللبن أو عن الزبادي. القيمة الغذائية الموجودة في الزبادي. الزبادي فيه قيم غذائية كثيرة، أهم قيمة فيه اللي هي البروتين وذكرناها قبل شوية. ثاني حاجة فيه اللي هي البكتيريا النافعة. فيه كمية من الفيتامينات. البكتيريا النافعة فيه هي بالنسبة يعني شنو بكتيريا نافعة؟ طبعاً الناس بيستغربوا طيب. بكتيريا ضارة وفي بكتيريا نافعة. البكتيريا النافعة هي اللي بتكون موجودة في المعدة، موجودة في الأمعاء، اللي بتساعدنا في عملية الهضم. كويس؟ الهضم، واللي هي بتساعد في إنه أنا الأكل بتاعي يتهضم. بتشتغل زي الشغل بتاع الخميرة. يعني في ناس بيكون عندهم مشاكل في سوء الهضم أو كده، هنا بنقوم بنلجأ لبدهم إنه الأدوية بتاعت الحبوب الخميرة اللي هي بتكون فاتحة للشهية، بتكون بتساعد في عملية الهضم، اللي بتزيد من الخمائر الموجود جوا المعدة. المعدة دي هي مكينية الأكل حيتهضم بسرعة، فحتضطري تاكلي تاني. بالضبط كده، ده نفس الشغل بتاع البكتيريا النافعة. اللي هي نافعة ليه؟ لأنه عندها خواص كثيرة، منها إن هي بتفتح الشهية، منها إن هي بتعالج أي أمراض. عشان كده دائما الناس لما تعيا مثلا يكون في استفراغ أو صايمين عن الأكل، أول ما يجي يقول لك والله أديه كوباية الزبادي، لأنها بتكون سيفتي فيها البكتيريا النافعة، ما بتضر بالمعدة ولا بتضر بالإنزيم الموجودة، بتهدئ ملطفة. أيوة بتشتغل شغل بإن هي شغل تلطيفي. شاف وصلت وين؟ كبيت توم. توم ايوه، وديتها تقريبا كده كم فص بتاع توم يا شيف؟
هي تقدري تقولي هي زي حبتين او ثلاثه. حبتين اوكي. هتتقل معانا ولا هتكون شويه؟ أيوة هتتقل، هخليها لغايه ما تغلي. الكورن فلاور هيخليها تتقل طبعا. ايوه. طيب يا شيف، نحن ما ممكن نعمل الزبادي ده في البيت؟ ما بتكون امن اكثر نحن لو عملناه في البيت؟ ولو في طريقه نحن ممكن نعمله كيف؟ افضل افضل طبعا طبعا هو يدعم شنو في البيت. في البيت بتكون نكهته اجمل من بتكون انت ضامناه يعني. ضمان اكيد. ايوه. بتجيبي لبن بتغليه، بعد ما تغليه حتى تقوم شنو تضيف له ملعقه من الزبادي اللي بيكون عندي. بناخذ ملعقه بتاع الزبادي. ايوه فيه. انت بتجيب اللبن عادي وتسخنيه وتخليه يبرد. خلاص برد، هتشيلي ملعقه واحده. افضل في ناس طبعا عندهم في حبوب بتتخطى هي بتخمر. ايوه. لكن افضل تشيلي ملعقه بتاع الزبادي وتكبيها فيها مهما كانت الكميه. بيقوم بيخمر. ايوه بيخمر ليكي كل بيكون فيه نكهه احلى من بيكون جاهز، لانه ده طبعا فيه مواد حافظه. طيب بياخذ كم فتره طول لما نجهزه ويبدا زبادي؟ يعني ممكن دار له يعني مثلا ممكن تخليه يوم كامل. يوم كامل. يقعد ثاني يوم تقومي. طيب وطريقه حفظه حتكون عاديه في الثلاجه وبيقعد كم يوم تقريبا بعد؟ انت طبعا زي ده ما هو شنو يعني اقول لك شنو يعني بتستخدميه طوالي. ما زي ايوه اللي بيكون قاعد في السوبر ماركت اول. ده بيكون داير فتره طويله، امده بيكون قصير. ايوه ايوه. وغير كده يعني الناس بتخاف من المواد الحافظه دي يعني. كثير يعني. طيب يا شيف دكتوره، الزبادي دائما مرتبط عندنا بناس السكري، بيستعملوه كثير، فعايزين نشرح شنو الرابط اللي بيكون بين الزبادي والسكري. طيب الرابط هو البروتين البسيط الموجود فيهم، اللي هو دائما بيكون عايزين ندوم حاجات ما فيها دسم كثيرة. يعني دائما مريض السكر بنقول له ما تاكل حاجات محمرة، ما تاكل حاجات فيها دهون كثيرة. يعني السكر، نسبة السكر في الدم ما إلا ترتفع بالسكر الأبيض العادي، الدهون بترفع نسبة السكر أكثر في جسم الشخص المصاب بالسكر. يعني أي دهون، أي أكل مسبك، أي سمنة، أي زبدة. فدائما نلقى إنه الزبادي خفيف، وخاصة في الزبادي لايت اللي هو بيكون خالي الدسم، اللي هو بيكون يعني هو منزوع، بيكون خالي الدسم، اي بيكون منزوع من الدسم. اللي هو دائما في طريقه التحضير زي ما ذكرها قبل شويه الشيف، في مرحله بيكون فيها اللبن بيكون فيه دهن شويه، هنا بيكون اللبن معالج من الاول، انتزعت منه القشطه اللي هو الدسم بتاعه. لما نجي نفور لبن في البيت ونخليه شويه بنجي نلقى فيه حاجه من فوق اللي هي بنقول عليها الجماده، هنا دي هي دي نزع الدسم. حننزع ايوه دي الخطوه الاولى، لان اشيل منها الجماده دي حتى ابدا اعمل الزبادي بتاعي. كده بيكون هو ضمان لناس السكر. سعرات الحرارية بسيطة، ودي أهم حاجة في الزبادي، عشان كده هو مرتبط دائما بمرضى السكر ولمرضى الضغط الدم. بالضبط. طيب عندنا فئتين احنا مهتمين بهم شديد، المرأة الحامل والأطفال. الانتيك بتاعهم بتاع الحليب بيكون من كم حصة؟ والمرأة الحامل المفروض تبدأ تاخذ حليب من متى؟ المرأة الحامل هي مجرد ما عرفت انه هي حامل حصتها بتاعت تتناول الحليب بتزيد. يعني في واحدين بيشربوا من كوباية لحد 3 كوبايات في اليوم، دي ممكن تكون اقصى حاجه. الطبيعي انه نشرب كوبايه الصباح وكوبايه بالمساء بنفس القدر. الاطفال بعد عمر السنه بنبدا نديهم ممكن حليب خارجي بكميه بسيطه جدا، لانه دائما بنفضل انه الاطفال في الاعمار الاولى 6 شهور كده، يعني دائما ما بندخل لهم حاجه قبل 6 شهور حاجه خارجيه. سنه او سنتين ممكن نبدا ندي حليب الخارجي للاطفال. مشاهدينا حنشوف الشيف كيف حيقدم لنا الكبة، بس نطلع فاصل أول ونجيكم راجعين. رجعنا لكم من ثاني مشاهدينا، وتقريبا الكبة باللبن حقتنا استوت يا شيف. بس حنقوم شنو نعمل حبة زيت وحنخد بصل بس عشان شنو نزين بيه. حتكون زينة البصل. ايوه هي بسيطه جدا. البصل برضه حيزيد لنا يا دكتوره ولا حيكون ثقيل على المعده؟ بيزيد من القيمه الغذائيه، بس بالنسبه للناس اللي ما بتحب الحاجات المحمره طبعا ممكن نستغنى عنه. اوكي. طيب يا دكتوره، نحن هسه عملنا الكبه باللبن. الناس دي من وين حتتهم في الموضوع ده؟
طيب حتتهم انه هم حلوه باللبن، يعني حلوه انها حطينا الزبادي ده كده برضه اديناها طابع شويه بتاع انها تكون سيفت شويه وانها تكون شنو هنا، بس الزبادي المهم انه يكون هو شنو خالي الدسم. مهم جدا انا عايزه استعملها لشخص عامل ريجيم انه انا افضل الطريقه بتاعت عدم التحمير، يعني بفضل طريقه انه هي تكون يا مشويه يا بالفرن ونضيف عليها الزبادي، دي ممكن تكون وجبه مكتمله لان البرغل ممكن هيدخل لي الحته بتاعت الكربوهيدرات هيكون يعني كده اداني انه انا زي اكلت عيشه او ربع بتاع عيشه او كده، اكلت لحمه مفرومه بروتين، اخذت فيها الزبادي نوع ثاني من البروتين، فكده بتكون وجبه مكتمله للناس الريجيم. في كثير من الانظمه الغذائيه اللي قاعد نشوفها في النت وبنقرا عنها في الكتب بيقولوا انه قبل ما تنومي كوبايه الزبادي، كوبايه بتاع الزبادي وهي بالضبط. بتشيل البطن الدهون أيوة. بتاعت المعده اللي هي مش بتشيل لكن هي بتقول لك انها بتديك احساس بالشبع وفي نفس الوقت يعني هي بنتناولها بعد العشاء ولا هي بعد الشباب ايوه الفكره منها شنو؟ لا نتناولها بعد العشاء، الفكره منها انه احنا عايزين البكتيريا اللي فيها اللي هي البكتيريا الهاضمه اللي هي فيها دي هي دي النوع بتاع البكتيريا هو الزبادي دائما من الاطعمه اللي هي مشهوره بخفض الوزن او بتدخلها في الانظمه بتاعت الريجيم، يعني بجد بتحرق الدهون بتاعت البطن بالضبط ايوه، يعني بتشتغل شغل زي ده اللي هي بتشتغل شغل على الاكل انه هي شويه بتخفض من مستوى الكوليسترول في الدم من الدهون من كده. طيب واضافه الليمون العصرة بتاعت الليمونة فيتامين سي اللي هي كل الحوامل برضو بيكون عندها شغل في انه هي ما تخلي الدهون تتراكم جوا الجسم بتحريقها بالضبط عدم تراكم الدهون. طيب يا شيف وصلت وين؟ خلاص البصل بتاعنا خلاص ما دارين نحمره شديد بس يعمل لون بس نكهة ايوه طبعا دي حاجة اذا حبينا نعملها اختيارية ايوه اوكي هنطلع الكبة باللبن حقتنا اول حاجه حنزين صحننا ده الخس قلت اسمه شنو يا شيف؟ ده بقول له اللوتس لوتس طيب اضفنا الكبه بتاعتنا طبعا يعني شكلها بيجا كيف مع جميله شديد تشهي الاكل هي طبعا الوجبه دي كان ناقصه بس انه نضيف لها فيتامينات واملاح معدنيه اللي هي في الخضار السلطه الخضروات يعني انا عملت زينه من الخضار لانه طيب عشان تتاكل معاها ممكن تتاكل معاها أيوة. يعني تخيلي الصحن ده لو تقدم لطفل او اطفال بيحبوا الالوان شديد حياكل شديد ممكن ياكل لنا اللحمه لانهم بيعذبوا الامهات كثير انهم ما بيحبوا اللحوم ما بيحبوا اللحوم فعلا. طيب يا شيف حنطلع الكبه بتاعتها بتاعت اللبن انا هنا عايزه اسالك سؤال شديد الزبادي لما نضيفه في النار يعني ما بيقطع او كده ولا انت عشان اضفت له النشا؟ لا عشان النشا وهو بعض مرات بيقوم بيعمل زي ما بيقولوا بكردم يعني طبعا الصوص دي قريبه للصوص بتاعت البشاميل ممكن نستعمل البشاميل يعني نعملها كبشاميل عديل يا شيف ولا لا ده ما فيه ده فيه لبن وفيه دقيق كتير فيه دقيق وفيه سمنه دسم جدا يعني هنا يمكن بس فيه النشا بس طيب يا شيف احنا تقريبا كده وصلنا لختام حلقتنا خلاص ختام فقرتنا حنضيف البصل شكله خلاص استوى ايوه البصل خلاص استوى بالزبادي دي هبه جميله حتى ممكن الشخص ياكلها بالمعلقه شكلها حلو ممكن من غير عيشه غير عيش حنحاول نستغنى ذاته عن العيش لانه خلاص كفايه البرغل اللي فيها هو بيديك الكربوهيدرات طيب يا شيف كنت لاحظ كده يا شيف انتهينا من وجبتنا يديك العافيه ومنظرها بجد بشهي اتعلمنا الليله وجبه جديده معك تسلم يا شيف شكرا لك يا دكتوره وما قصرتي يديك العافيه اكيد حنقعد ناكل نحن بعد ما نستنى لكم في اكله من بلد ثانيه اكيد ان شاء الله شكرا لك يا شيف مشاهدينا بكده انتهت فقره اتفضلوا معنا يلا كون معنا فقره اجر حلو مرحبا بكم مشاهدينا من جديد في فقرة أرجو الحلو ومنو مننا وحب الحلو أكيد الليلة معانا منى بشير وحنشوف الليلة عاملة لنا شنو التحلية
اهلا بك يا منى. يا هلا اهلا بك الليلة. الله يحييك. اهلا بك. عاملين شنو يا منى؟ طبعا ريحه الزبده والحاجات ما شاء الله. تسلمي. والله اليوم هعمل لكم ان شاء الله رموش الست او زنود الست. زنود الست. فعندنا مكونات بسيطه وحنعملها مع بعض. ونبدا فيها طوالي. مكوناتك شنو؟ عندنا بيها؟ اول حاجه كوبايه ونص زبده. هنقوم نضرب الزبده اول حاجه مع السكر. شايفاك مستعمله نوع غريب من الزبده الليله. والله هي الزبده اللي هي زبده مخلوطه بتتلاقي محل الخبائز. فهقوم استعملها هي، يعني هي ارخص شويه من الماركات الثانيه اللي بتجي. وظريفه ونكهتها حلوه كمان. فحعمل ريحتها اقوى، ظاهر انه هي دسمه يعني اكثر. جميله. اي بعدين متماسكه. الزبده الثانيه ممكن تكون شويه تسيح اكثر. فالزبده دي هنقوم، نحن عندنا كوب ونص زبده. طيب. هنضربها مع نص كوبايه سكر. سكر بودره ممكن، وسكر عادي اذا ما لقينا سكر بودره. هنبدا نضربها بالمضرب. طبعا احسن في الضرب يكون بودره صح، عشان يدوب مع الخلطه، تكون ناعمه العجينه، تكون ناعمه معانا. والسكر البودره طبعا بيدوب سريع. في نفس الوقت نحن عايزين الخليط يكون كريمي، يكون متجانس. نعم. تقريبا كم دقيقه كده حربنا يعني، او نصل ليش دقيقه ونص او دقيقتين بس الخليط يبقى كريمي. فعلا ضربها اسهل من اللي بتجي مربعات او مثلجات. سهله. بعد ما ضربنا الزبدة عندي هضرب بيضتين مع الزبدة والسكر. لحد ما اتأكد انه هضيف دقيق. هضيف اول قبل الدقيق هضيف الفانيليا بتاعتي. واستمر في الخفض لحد ما تتجانس كل المكونات مع بعض. و العجينة حقتها حتكون كيف؟ لينة أو قوية شوية يا منى؟ العجينة حتكون مرنة شوية، قابلة للتشكيل بتاعها. نعم. طيب يا منى، قبل تضيف الدقيق عايزين نحكي كده قصة عن عن رموش الست. هي أصلاً اسمها الأصل الأول اللي ظهرت بيه وهو زنود الست. نعم. فكان في حاكم في طرابلس اللبنانية اسمه بربر آغا ده، مشاهدينا كان بحب يعمل احتفالات. فيوم من الأيام عزم أعيان المنطقة وجميلات المنطقة ومعهم زرفاء. زرفاء هم الناس الدمهم خفيف اللي بيحبوا ينكتوا، فكان بيستمتع بالحاجة دي. فطلب من الطباخين اللي معاه إنهم يحضروا له تحلية حلو. أيوة. فقاموا هم ابتكروا تحلية لكن ما عرفوا يسموها شنو. جابوها قدموها وبعد أكلها عجبته، قام سأل الزرفاء اللي معاه وقال لهم أسميها شنو؟ قام واحد عاين كده للنساء الموجودين جميلات، فكانوا مشهورين إنه زنودهم هي المنطقة بين الإبهام والكوع ممتلئة. فقام عاين لهم كده قال لهم خلاص نحن نسميها زنود الست. فانتشرت الاسم كده وبقى اسمها زنود الست. أنا ما أعرف الرموش دي جات من وين صراحة، لكن الاسم الأصلي هو زنود الست. أيوه. هو طبعا الأسماء بتختلف وبعدينك المحتوى واحد. أيوه. فهي من التحلية الجميلة، من التحليات الجميلة خفيفة. هسي أضيفنا نحنا، أضيفنا طبعا البيضتين و الفانيليا وحنضيف الباكنج باودر. عندنا ملعقة كبيرة باكنج باودر. شكرا. مقادير سهلة تقريبا، سهلة وبسيطة في كل البيوت. حتى الزبدة ممكن نستبدلها طبعا بزيت، لكن طبعا الزبدة أجمل طعمها، بتدي طعم أجمل أكيد والقوام بتاعها أجمل يعني كمان. هنقوم نعجن بعد كده باليد. اوكي. عندنا نص كوباية جوز هند وعندنا كوبايتين ونص دقيق. جوز الهند ممكن نستغنى عنه حسب الرغبة. أيوه. في حاجة مهمة برضو زي ما دايما بقول لكم، يعني بتحب القرفة المسحونة. القرفة
القرفة جميلة نكهتها حلوة، بتدي نكهة حلوة فعلا. أيوة، ونديها رشة ملح برضو كمان. الملح دائما بيظبط السكر بتاعنا في الحلويات زي ما قلنا. تقريبا ملعقة صغيرة، نص ملعقة صغيرة ممكن تكون. نعم، نص الكوباية جوز هند. طب ممكن نستعمل شنو إذا ما متوفر عندنا الجوز هند؟ مثلا فول ولا كده ولا؟ في ناس بيعملوا سميد. يعني ممكن تعملي سميد، لكن العادة الأساسية اللي هي ما فيها سميد، فيها الدقيق بتاعنا وجوز الهند. نعم، هنقوم نضيف الدقيق بتاعنا، يكون دقيق منخول كوبايتين ونص. الكوباية طبعا بنستعمل الكوب المعياري حتى للزبدة، الكوب المعياري. إذا ما في كوب معياري ممكن نستعمل الكوب بتاع الملبن. كوب الملبن الابيض. ايوه اوكي، قلب الصحن طبعا اللي هو بيدينا نفس المقاس. طيب كوب ملبن الدقيق هيدينا كم تقريبا؟ كم كوبايه؟ كوبايتين ونص. كوبايتين ونص. نعم، طيب هنعجنها. طبعا ممكن نزيد اذا حسينا انه هي فاك. اذا حسينا انه الدقيق بسيط ممكن نزيد، واذا حسيتيها انه جامده ممكن تزيدي ملعقه زبده او ملعقتين حسب، لحد ما تبقى معاك لينه ومرنه في التشكيل. اوكي، تقريبا كده العجينه بدات تظهر. ايوه. طيب برايك شنو يا منى، مسافه ما تبدي تكملين العجنه نطلع معاكم فاصل مشاهدينا ونجي نشوف حيحصل شنو. لكل ست بيت تفاصيل في حياتها واسرار اللي بتحتفظ بها، زي سر سعادتها وسر قوتها وسر ثقتها بنفسها وحتى سر علاقتها المميزة بزوجها، ودي تحديداً حنكشف تفاصيلها وسرها. صلصة الندى في وصفاتها هي سرها في كل وجباتها، وهي مصدر إلهامها وكل سعادتها. جربي صلصة الندى وصدقيني حتسعدي وأبداً ما حتندمي. صلصة الندى، الجودة التي لا تضاهى. رجعنا لكم من ثاني مشاهدينا ونشوف منى وصلت وين. خلاص طبعا كملنا العجينه بتاعتنا، حاليا عايزين نشكل العجينه بتاعتنا. واستعملي الصينيه. ممكن استعمل طبعا اكور كور، اعمل كور صغيره. هبه لو ممكن تلبسي. انا اللي راح اساعدك. ايوه لازم. لازم تشاركينا اليوم. فهتكون التشكيل يا اما بالقوالب بتاعت المعمول او اي قالب عندك ممكن انت تستعمليه. هسه حاليا احنا هنعمل كور صغيره ونشكلها بالشوكه. كمان ابي تلبس لي. هي طبعا بتساعدك ان هي اول حاجه بتتاكد ان اكلك نظيف وفي نفس الوقت السهوله يعني في التشكيل. تمام، هنشيل مثلا كوره صغيره كده تقريبا، نشوف كبيره. ينقصيها شويه. معلش يا جماعه انا مبتدئه طبعا في الموضوع ده. اوكي تمام كده. ايوه، هنخليها مكوره ولا هنضغطها؟ هنخليها دايره، هنعملها دايره ممكن عشان المشاهدين يشوفوا معانا. هي منى طبعا ريحتها فظيعه، منتظره متين تستوي عشان هي نتوضع. جميلة والله. وبعدينك في التشكيل طبعا ممكن زي ما دايما بقول لكم انه ممكن لو عندنا اطفال يساعدونا برضو. المشاركة حلوة يعني. برنامج. ايوة. كده تقريبا. هنخلي المسافات شوية بيناتهم. طبعا مشاهدين اي واحدة كبيرة من بتاعتنا عملتها انا لا لا ما مشكلة. طيب. تمام. حسنا بعدين هنجي بالشوكة بتاعتنا. هنضغط عليها ضغطة خفيفة كده. اوكي، عشان الشكل ممكن. عشان يدينا الشكل. هي اصلا شكلها كده والله بيختلف، يعني ما عندها شكل ثابت طبعا. كل زول حسب رغبته حسب المتوفر عنده. فنحن هسه حنعمل بالشوكه. لو شايفه الشكل رايك فيه شو رايك؟ مبالغ حلو شديد. جميل، حلو شديد. ممكن تشاركينا؟ جدا كده يا شيف. ايوه تمام. أوكي.
طبعا لو خربت عليكي هتزعلي مني. لا لا تمام ماشي كويس. اوكي هي جميله خفيفه وبعدين ما دسمه شديد رغم انه فيها زبده. يعني احنا ممكن نستغنى عن الزبده يا منى؟ ممكن نستغنى عنها بزيت لكن الزبده هي النكهه بتاعتنا هنا طبعا. بس ممكن ندهنها بزبده اذا ما عملنا الزبده في العجنه؟ ممكن تدينا حمار كده برضو ظريف. لا نحن هسه حاليا حنتهينا ببيض صفار بيض وعليه نص ملعقه صغيره خل ورشه بتاع الفانيليا. الخل طبعا دايما بنستعمله يعني بترد الروائح المحبوبه بالضبط كده. هي ما بيظهر طعمه؟ ما بيظهر. لا ما نحن اصلا العجنه بتاعتنا فيها فيها البيض. فحنقوم ندهن رموش الست ندهن الوش بتاعها قبل ما ندخلها الفرن. حنكون اصلا مجهزين الفرن على 180 درجه ومن فوق وتحت ما بيفرق لانه هي ما زي الكيكه. بتاخذ كم تقريبا في الفرن؟ يعني ما بتاخذ زمن، ممكن يكون 10 دقائق او ربع ساعه بالكثير. ونحن حنكون مراقبينها طبعا. اوكي هي بتحمر صح؟ هي اي. وبعدين حنكون مجهزين برضو الشيرة بتاعتنا اللي هي بتكون خفيفة. عندنا كوباية، أي مقاس بتاع كوباية يعني ما بالضرورة يكون معياري أو غيره. بس أنا شايفاك بتعتمد الملبن، يعني مقاس كوباية الملبن حنستعملها برضو هي الشيرة. طبعا الشيرة عادة ما هي حتى لو فضل منها بيفضل بينخطه في الثلاجة، نستعمله في اي تحليه ثانيه بسبوسه او غيره. أوكي. فعندنا اكيد تحليات كثير بالشيره. ايوه اكيد. فهسي ممكن نوري المشاهدين الشيره اصلا مكوناتها. الشيره هسي نحن حنعملها خفيفه. عندنا كوبايه سكر وكوبايه مويه عود قرفه، طبعا منكه النكهه القرفه جميله في الشيره، وملعقه كبيره ليمون. ليمون عصير ليمون عشان ما يخلي السكر جاف او كده او يتجمد لينا في وش الحاجه. دائما مش مرات بتلقي سكر يتجمد في وش البسبوسه او في الباستا بتلقيها ثلجي كده بيبقى ثلجي. فالليمون بيخلي الشيره سايله ومرنه متجانسه جميله. ايوه طيب اوكي. هسه حتدخليها الفرن؟ حنخلي اول حاجه الشيره نحن حنخليها يعني نكب الحاجات كلها مع بعض في اناء ونرفعها للنار، ما حنحركها، حنخليها لحد ما تبدا الغليان وتعمل معانا فقاقيع. اي تتعقد او تعقد لحد ما تعقد. تعقد اوكي. فبعد ذاك بنقوم ننزلها، بتظهر فيها فقاقيع صغيره وكده، وبعد كده بتكون جاهزه عندنا. بنخليها بدرجه حراره الغرفه. كمان انا ما نبهت قبل على حاجه انه الزبده بتاعتنا ما تكون جامده، تكون بدرجه حراره الغرفه. اوكي عشان نطلعها قبل الزمن. ايوه هسه حاليا عندنا رموش الست جاهز عندنا للفرن درجه حراره 180 درجه مئويه لمده 10 دقائق لربع ساعه، وندخل الفرن ونرجع بعد الفاصل نشوف. خلاص مشاهدينا معناها حندخل صينيتنا الفرن وننتظر لما تستوي ونجيكم راجعين مره ثانيه. رجعنا لكم من ثاني مشاهدينا، وشكله كده صينيتنا استوت ولا شنو يا مول؟ ايوه جاهزين. طبعا ريحتها ماليه المكان، يا ريت مشاهدينا معانا. طبعا اهم حاجه عندنا انه من الفرن لازم تكون الشيره بتاعتنا جاهزه عشان احنا طوالي حنسخنها ولا بتكون بحراره الغرفه؟ لا الشيره بتاعتنا تكون بحراره الغرفه. و حتقومي حتدخليها فيها رموش الست. وانت يا هبه زيني لينا بجوز الهند. اوكي رشه طبعا ممكن باي مكسرات حابينها بس احلى بجوز الهند. ممكن اي مكسر مكسرات متوفره عندنا في البيت. ايوه ممكن من غير مكسرات حتى عشان المشاهدين يشوفوا معانا. انا بتجهز لك هنا انت خلصي. زي ما قلنا لازم نعملها هي سخنه من الفرن طوالي عشان تشرب لنا الشيره بتاعتنا. الشيره خفيفه
عشان كده هي ما عملت الطبقه اللي قلتي عليها قبل الثلجيه اللي بتكون من فوق دي، صح؟ ايوه هي ذاتها لما تكون بدرجه حراره الغرفه ما بتجمد، لكن لو دخلتيها ثلاجه وما كنت عامله لها ليمون بتجمد، بتبقى معاكي طبقه ثلجيه. برضو الخطوه دي ممكن اطفال طبعا، البنات الصبايا يساعدوكم فيها. اوكي طبعا لون الذهبي ده جميل، اهم حاجه التحميص طبعا. شوفي الكبار حقيني ديل بتاعتك علامة الجودة حقتي جميلة. أنا بحب دائما الحاجة تملى الفم، يعني ما تكون حاجة صغيرة، تكون مطمنة. أي تكون مطمنة بالضبط كده، خاصة الحلو يعني الحلو، عشان تكتفي باثنين ثلاثة ما تقدري تاكلي أكثر من كده، تكوني اكتفيتي خلاص. لكن لو صغار حتقدري تاكلي يا منى، صح؟ والله لو جربتي غاية الرموش دي ما حتقفي منها، يمكن الصحن ده كله دي ما حاجة كويسة نهائي طبعا. صينيتنا شبه طلعت، طبعا ممكن تكون من التحليات الخفيفة الرمضانية، جميلة حلوة، وممكن تكون مغرية أكثر للأطفال. هي في الطعم طبعا قريبة من الغريبة. أوكي، أي لأنه أغلبية زبدة والغريبة كلها زبدة تقريبا. نعم بالزبدة طبعا. برا بياكلوا الحاجات دي بالقهوة أكثر حاجة، بالقهوة بالقهوة والشاي مع الونسة. اوكي كده تمام، عندنا اخر ثلاث حبات. انا بقيت مساعدة شيف. تسلم يا يدي كده خلاص. انا ممكن ازح عليكي كده تمام، عشان ممكن اذوقها ولا هتحرقني؟ سخنة طبعا. ما تحاولي تجربي. خلاص ما قادرة، اديها خمس دقايق كده وابدي مسافة، نجهز القهوة وتكون ضابط. اوكي تمام كده، تحليتنا طلعت تقريبا. مشاهدينا شايفينها طبعا، لونها جميل ومع الجوز الهند فظيع، والريحة اجمل. ايوه شديد. طيب شكرا لك يا منى، ما قصرتي، اكيد حنلتقي في اطباق حلوه ان شاء الله. اكيد باذن الله. مشاهدينا بكده انتهت فقرتنا ارجو الحلو، نلتقيكم في حلقات اخرى من برنامج زاد الحبان. دمتم في صحه وعافيه، الى اللقاء.